النهارده بالمناسبه دي؟ المفروض النهارده يبقى قومي للبلد كلها بصراحه. يكفي ان كل واحد حاسس ان هو مصري او عنده احساس ان هو مصري لازم ينزل ويقول رايه، مع ضد انزل وقول رايك، انما وعدك في البيت وعدم نزولك للانتخابات انت كده ما انتش مصري. المفروض انا لو في ايدي الامر يتسحب منه الجنسيه المصريه. يعني حضرتك مع اللي ما ينزلش ينتخب يتسحب منه الجنسيه المصريه؟ ده اساسي، لان ده احنا كلنا بنختار رئيسنا. عايزه عرس للبلد اكتر من ايه ان انت تنتخبي رئيسك. صحيح. شكرا لحضرتك.